بالنسبه للدور ديالي في فيلم ستوب، هو بالنسبه لي يعني اول تجربه سينمائيه، يعني ماشي اول تجربه ديال العمل، هي عندي تجارب مسرحيه. من بعد واحد الكاستين كنا دوزناه وتختاريت مع العبديت اننا نمثلوا في هذا الفيلم، وخديت فيه شخصيه ديال البارميت. والحمد لله كانت تجربه ناجحه، وكنعتبرها بالنسبه لي انا فخر، لاننا لعبنا الى جوار عدد من رواد التلفزه والسينما المغربيه كفاطمه والشاي، احمد الناجي، ابراهيم الخاي، رفيق بوبكر، عدد من الفنانين، وايضا بمشاركه شباب وشابات اللي شاركوا، اللي هما نتاج ديال مسرح الاحياء اللي كتنظموا لمده 4 نسخ جمعيه درامانيت. وهذا تاكيد التجربه ديال جمعيه درامانيت، انه كينتقلوا شباب من المسرح الى السينما، وكانت مشاركه يعني اكثر من 90% من المشاركين في الفيلم هما من شباب ومن شابات مدينه اسفي. والحمد لله دازت اجواء الفيلم اجواء رائعه، وكانت تجربه بالنسبه لنا احنا كنعتبروها تجربه جيده، وكنتمنى ان شاء الله تكون تجربه ناجحه، وكنت كخطوه اولى يعني المزيد من الاعمال ان شاء الله، سواء في يعني في السينما او في التلفزه او نزولا عند رغبه الصديق مصطفى فاكر الذي مارست معه المسرح خلال سنه 1975 76. نادى عليا باش نلعب الدور ديال السائق سياره اجره طاكسي، وأسعدني ذلك بالخصوص أنني كنت واجد مع مجموعة من الشباب والشابات ديال مدينة آسفي. الفيلم تحت عنوان ستوب قف، وكنتمنى أن هذه المدينة تكون وقفة ضد لا مبالاة، وقفة ضد العدل، وقفة ضد التهميش الذي يطال هذه المدينة. وتجربتي في ستوب هو دور كالاليوس اللي عندها معاناة وعندها احتياجات، وعندها واحد السيدة شادة معها في الدار، ما نحرقش ليزيتاب. دور زوين، أنا شخصيا بعد عشقته، وكنشكر درامانيت اللي تحت لينا هذه الفرصه. كنشكر السي ناجي الميراني، كنشكر السي مصطفى فاكر، كنشكر ابراهيم بركات اللي تاحوا للعبديات هذه الفرصه باش يمثلوا في مدينتهم اسفي، ويمثلوا اسفي كعبديات. لا عندي مشاركات، عندي ديجا مشاركات في افلام، وعندي حتى فيلم قصير مع ولد اسفي، وليا فخر انني كنمثل اسفي، وعزيز عليا فيما كانت شي حاجه في اسفي، عزيز عليا نكون سباقه ونبينوا احسن ما كاين في اسفي، لان كاين تبارك الله عندنا طاقات وعندنا وجوه اللي كتستحق تبان، ماشي غير وطنيه، تبان عالميا، وكنقولها وانا متاكده من اشنو كنقول، ما شاء الله عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.